السلام عليكم يا شباب، هنشوف مع بعض كده ازاي بندخل على موقع سيسكو ونعمل اكسس للكورس بتاع ال NDG Linux Essentials. هنشتغل فيه في السكشن ان شاء الله. طبعا انا دلوقتي عملت لكل واحد فيكم اكونت، وكل واحد فيكم اللي عمل له اكونت اتبعت له اكتيفيشن كود على الايميل. هو المفروض كل واحد في حضراتكم يخش على الايميل اللي هو الايميل الجامعه University Email، ويعمل تشيك على الايميل ده، هيلاقي ان في لينك كده مكتوب للاكتيفيشن. هيدخل على اللينك، هيطلب منه يعدل فيه البيرسونال انفورميشن بتاعته، يحط اليوزر نيم والباسورد، طبعا هو محطوط له الايميل بتاعك، وبعد كده خلاص يبقى انت اكتف على الموقع. طيب هتخش على الموقع ازاي وتعمل لوجن؟ الموقع اسمه ايه؟ سيسكو نتورك اكاد، او سيسكو نتورك اكاديمي، او www.netacad.com. هتدخل عليها، هتيجي هنا تعمل لوجن فوق على الشمال، على اليمين كده، على اليمين فوق هتكتب الايميل بتاعك اللي هو بتاع الجامعه، وتكتب الباسورد اللي انت عملت له ايه، اللي انت عدلته من شويه وانت بتعمل تعديل على الانفورميشن بتاعتك. طبعا تخش بالباسورد بتاع كل واحد فيكم، طيب هيفتح لك الشكل ده. طبعا هو هيظهر لك هنا، هيظهر لك ام ليرنينج فقط، لان انت ايه، انت ستودنت، لكن احنا مثلا انستراكتور، فبيظهر لنا ام ليرنينج وام تيتشنج. طيب انت هتخش على ام ليرنينج، طبعا هي هتبقى لوحدها كده. لما تدخل على ام ليرنينج هتلاقي في واحده من دول، هتلاقي في واحدة من المربعات ديت عندك، بس هتبقى مكتوب فيها ايه بقى؟ كل سيكشن ليه واحدة من دي، فانت طبعا معمول لك انرول في سيكشن معين، هيجي لك واحدة زي دي بالظبط. انت مثلا سيكشن 10، ماشي، هيجي لك بي اف سي اي 18 لينكس اسينشالز سيكشن 10، ماشي. طيب انت عندك كلمة لونش كورس اهيت، هتتكل عليها. لما تعمل لونش كورس هيظهر لك الكورس بتاع ال NDG كامباني اللي هي عاملاه على الموقع بتاع سيسكو. طبعا سيسكو اي ليرنينج سيستم كويس قوي في عرض المعلومات والامتحانات وهكذا. طيب انت هتخش على ايه؟ انت عندك المنيو اللي على الشمال دي، هتخش على الموديولز. الموديولز ديت اللي هي الشابتر بتاعتك. طبعا زي ما قلنا احنا هنشتغل على الكورس اللي هو اسمه NDG Linux Essentials، وده عباره عن 16 شابتر. شابتر 1 و2 و3 ده انتروداكشن، واحنا هنشتغل على طول في شابتر 4. طيب عندك الصفحه دي متقسمه ازاي؟ عندك شابتر 1 والاكزام بتاعه، بعد كده شابتر 2 والاكزام، شابتر 3 والاكزام، وهكذا. طيب انت حضرتك هتخش على اول شابتر وتاني شابتر وتالت شابتر، دي كلها معلومات عامه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، اول سيكشن يعني. احنا هنشتغل بقى من السيكشن اللي جاي على شابتر 4. حضرتك لما تخش على شابتر 4 هيقول لك انا عاوز الود الشابتر 4 ده في نيو 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 ويندو، فتشيك عليه، كليك عليه، تمام. ممكن يفتح لك صفحه كده يقول لك يعني تاكيد على اللايسنس ومش عارف ايه، فانت هتتك بس اوكي، وبعد كده تفتح ايه، تفتح الشابتر تاني. فلما تفتحه هيظهر لك بهذا الشكل. ايه الشكل ده بقى؟ اللي على الشمال ده، كل اللي على الشمال ده هو الشابتر بالشرح بتاعه، وعلى اليمين ده هو الفيرشوال ايه؟ هو الفيرشوال ماشين، كانك شغال هنا على اوبونتو بالظبط. او تاكيد انتر، قام فاتح لي سيستم ادمن ات لوكال هوست. تبدا تشتغل عليه وتعمل بقى ايه؟ نيكست نيكست، وتشوف كل الكومنتس، وتشوف كل الكلام المكتوب ده وتقراه، وهتفهم منه ان شاء الله، لان هو مفصل تفصيل يعني اي حد مش فاهم اي حاجه يخش يتاكد معاه من هنا. بس كده. لو في اي مشكله انا معاكم، في ابعتولي رساله على الايميل او على الماسنجر. شكرا يا شباب.